أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. أو زيادة التقرير: نحن وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. من جملة تعريف المسند إليه بالموصول زيادة التقرير، الإيضاح وزيادة التقرير واستهجان التصريح للإسم. وأعظم مثال يضرب لهذا الأمر هو قوله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. وقالوا إن هذا مثال لتقرير إما المسند إليه وإما المسند، وإما لتقرير الغرض الذي سيق إليه الكلام. طب الغرض الذي سيق إليه الكلام هو ماذا؟ هو نزاهة يوسف وطهارة ذيله. هذا الغرض الذي سيق إليه الكلام. وأما تقرير المسند، أين المسند؟ هو قوله تعالى: وراودته. طيب تقرير المسند إليه وهو قول تعالى: التي. كويس، يبقى إذن إحنا عندنا التقرير إما أن يكون للمسند إليه وهو التي، وإما أن يكون للمسند وهو راودته، وإما أن يكون لإيه؟ وإما أن يكون للغرض الذي سيق إليه الكلام. خلاص، هذه بقى ما فيش تاني حاجة بقى تقرر في هذه الجملة الكريمة أكثر من هذا. ولكن علشان هي آية قرآنية والبلاغة في الآيات القرآنية مليئة متزاحمة، لذلك قالوا تصلح تقرير لكل هذه الأشياء. طب تقرير للمسند الأول، أم قال لك لتأكيد المراودة، لأن هناك خلطة بين امرأة العزيز وبين سيدنا يوسف عليه السلام. طبعا خلطة مشروعة، لأنه هو في بيتها وهو دائما معها وهي دائما معه، وهي تراه يدخل ويخرج ويجيء، فشجعها هذا على موضوع المراودة. لأنه لو كان غريب عنها ومش موجود في بيتها مثلا، أو هي ما بتشوفوش إلا مرة واحدة، ربما لا تجترئ عليه في موضوع المراودة. لكن كون موجود معها على طول ويغريها بشكله وبجماله وبفتوته وبشبابه وإلى آخره، يبقى ده يؤكد ويقرر أمر الإيه؟ أمر المراودة. لأن المراودة في اللغة معناها المخادعة، ومعنى المخادعة يعني أنك تتمحل وتتحايل على شخص لتصل إلى ما تريد منه. تفضل تراود راوده، يعني خادعه عن نفسه، يتمحل له ويتحيل عليه، تارة بالأسلوب الحسن، تارة بالمواعيد، تارة بكذا، تارة بكذا. المهم أنه يحاول أن يصل إلى ما يريد منه. هذه هي المراودة. وتلك المراودة كما قلنا لا تكون مع إنسان لا تعرفه، لأن ما الواحد انت عرفوش تقعد تخدعه وتتحايل عليه وتتمحل له وكذا، هذا لا يكون. فإذا لو قلنا إن الآية سيقت لتقرير وتأكيد حصول المسند إليه، المسند اللي هو المراودة، يبقى عندنا سند وسبب ولا ما عندناش؟ عندنا طبعا سند وسبب لأجل حصول هذه المراودة، وهو كثرة الخلطة ووجود سيدنا يوسف عليه السلام في بيت مين؟ في بيت امرأة العزيز. طيب لو قلنا إن ده سيق للغرض الذي من أجله كان هذا الكلام، وهو طهارة ونزاهة سيدنا يوسف عليه السلام، لماذا لم يصرح باسم امرأة العزيز؟ قال لك والله هذا لم يصرح باسم امرأة العزيز لأن يوسف عليه السلام يريد الله سبحانه وتعالى أن ينزه ساحة يوسف عليه السلام، ده لما يكون لطهارة يوسف عليه السلام. وأن التي راودته لو كانت مهما كانت، ربما قال قائل
ان لو قال وراودته امرأة العبيد او وراودته زليخة يقول لك والله ده يوسف رهب منها او خاف منها او يعني استحيا منها لانها سيدة في بيتها وهو في بيتها وهو يخاف من اجل ذلك ايه استحيا منها فلم يفعل معها شيئا استحياء منها او رهبة منها او خوفا من ان تخبر العزيز الذي هو في بيته. فلو قال وراودته زليخة ربما قال قائل لو كانت واحدة غير زليخة لكان يوسف ايه حيستجيب ويفعل ما طلبت منه. لكن كل يبهم المراودة يقول لك المذكور أدل على طهارة يوسف عليه السلام من أن يكون المراود امرأة العزيز أو غيرها. المقصود أي واحدة راودت يوسف التي أي واحدة راودت يوسف هو تطهر عنها وتنزه. إنما لو قال وراودته زليخة كان قال لك والله لو مش زليخة كان إيه كان استجاب. لو راودته امرأة العزيز كلمة امرأة العزيز يمكن فيها رهبة شوية لسيدنا يوسف وقال لك والله عشان امرأة عزيز بقى وهو في بيتها والكلام ده كله امتنع لأجل هذا. هو الواحد فينا لما يتعرض لمراودة من امرأة أو من أي شيء ويخشى شيئا غير الله سبحانه وتعالى كان يخشى أن تحمل منه أو يخشى أن يأتي زوجها فجأة أو يخشى شيئا معينا أو يخشى أن تخبر زوجها هل يكون فعله ذلك يعني متسبب في أن أصفه بالطهارة والنزاهة وكذا وكذا؟ لا، إنما ده ما يهموش بقى التي أيا كانت سواء كانت امرأة العزيز أو كانت زليخة أو كانت أي حد هو طاهر وهو منزه وهو لم يفعل إيه لم يفعل شيئا. يبقى إذا ده كلمة التي ولم يذكر الاسم وجاء معرفا بالموصولية هذه إشارة كبرى على تقرير وتأكيد الغرض الذي سيق إليه الإيه الذي سيق إليه الكلام. خلاص بقي بعد ذلك أن تكون الآية تقريرا للمسند إليه. كلمة وراودته التي ويعقبها بقوله تعالى هو في بيتها معنى ذلك أنها مسيطرة عليه ومع أنها مسيطرة عليه هي لم تقدر على أن تخضعه لغرضها فاقتضى ذلك الأمر أن يبهمها سواء كانت هي أو كانت أيضا إيه أو كان غيرها. كثير من العلماء يقولون إن هذه الآية مثال لزيادة التقرير. البلاغيين يعني وقفوا في الآية قالوا هي مثال لزيادة التقرير وليست مثالا لاستهجان التصريح بالإسم. لكن في الحقيقة هي مثال لزيادة التقرير وهي مثال أيضا لاستهجان التصريح بالإسم. طيب ليه؟ والله قال لك استهجان التصريح بالإسم ده بلاش منه في هذه المسألة. ليه؟ لأنها امرأة حين تعرضت ليوسف بالمراودة هل كانت شريفة في ذلك الوقت؟ هل فعلها هذا فعل محمود؟ طيب احنا عندنا المرأة النزيهة الشريفة لا يجوز ذكرها أبدا بأي شيء يمكن أن يخدش حياءها أو أن يخدش عيبها. خلاص؟ لكن إذا كانت غير شريفة فإن ذلك يباح أن تذكرها بمعايبها أو أن تذكر ألا تستر عليها ما دام هي مش شريفة. خلاص؟ فكان المقصود هنا هم قالوا بقى ما تنفعش مثال لاستهجان التصريح. قال لك لأن دي فعلت فعلا غير شريف وراحت راودت يوسف عن نفسه وكونها تراود غير زوجها عن نفسه وهو شاب وزي ما قالوا مملوك عندها في البيت يبقى أولا هي حمقاء بشهادة الإيه النسوة، ثانيا أنها مش عيب إن حد يسمع عنها أنها عملت العمل ده بدليل أنها لما راحت وجابت النسوان
وقعدوا يتكلموا قالت لهم اهو فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. يعني بكحة زي ما بنقول في عصرنا. طيب هل دي تقتضي ان نستهجن ذكرها وان نصرح بها؟ ولا المفروض نقول عليها؟ نقول عليها نتكلم فيها. فقالوا كده ما ينفعش استهجان التصريح، استهجان التصريح ده الحاجة التي لا ينبغي أن تذكر، زي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت إيه؟ ما رأيت منه ولا رأى مني. يعني العورة، والعورة من شأنها أن تستر ولا لأ؟ ولما تبقى عورة شريفة تبقى عورة شريفة، ولما تبقى عورة دنيئة غير شريفة تبقى. وطبعا والعورة اللي ذكرتها السيدة عائشة هي أشرف أشرف الشرفاء. خلاص؟ فتستحق انها تستهدن من ذكرها ولا لا؟ تستهدن التصريح بها ما تقولهوش. فكوني ان امراه العزيز تعمل عمل بهذه الطريقه لا ينبغي ان تستهدن، ان يستهدن ذكرها، بل ينبغي ان يصرح بها لتخصص وتؤكد وتعلم زجرا لها على ذلك الايه؟ ذلك الفعل. والدليل على ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى وقالت نسوة وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز. صرح ولا لا؟ فقال لك ما فيش تهجين ولا اي حاجة، ما فيش استهجان ولا اي حاجة. بقول له لا، هي برضو مثال لايه؟ لاستهجان التصريح لديه. ليه بقى؟ طيب يا سيدي الحجة بتاعت الاولين قوية ولا مش قوية؟ قوية. لكن احنا برضو نقول له مع ذلك فالامر لابد لا نسلم بانها مش مثال لزياده الاستهجان التصريح، بل هي مثال لاستهجان الايه؟ التصريح. لماذا؟ نقول له الغرض الذي سيق اليه الكلام مش طهاره يوسف ونداءته؟ نعم. الله تعالى يستهجن ان يذكر مع الطهاره اسم امراه ارادت ان تذن هذه الطهاره. يبقى الايه استهجنت، استغفر الله من لفظ الله يستهجن ده، الآية استهجنت أن تذكر اسم هذه المرأة في موضع نريد أن ننص فيه على طهارة ونزاهة وبراء الذيل وكذا وكذا وكذا، فالأولى أن تستر مش تذكر هنا، الأولى أن تستر مش إيه؟ كأن ذكر اسمها ربما كان قادحا في إيه؟ في الطهارة دي، في الكلام عن الطهارة أو الكلام عن النزاهة أو إلى. وهذا في الحقيقة مسلك دقيق، مسلك إيه؟ دقيق، يعني صعب، يعني محدش يمكن يتفطن له قوي، ولكن إحنا نقول إن ما دام الكلام في طهارة، في نزاهة، براء الدين وكذا وكذا، يبقى الأولى والأفضل إن ما نذكرش ما من شأنه إن ذكره ربما يؤثر على هذه الطهارة أو يؤثر على براءة الإيه؟ الذيل، أو يؤثر على النزاهة أو نحو ذلك. فاستهجن الآية أن تذكرها في هذا الوضع، فإذا الآية مثال لإيه؟ للاثنين، لاستهجان التصريح بالاسم، ومثال أيضا لمين؟ لزيادة التقرير. نعم. أو تفخيم نحو فبشيهم من اليم ما بشيهم. التفخيم هنا تفخيم المسند إليه، أنت لا تذكره باسمه وإنما تذكره بالموصولية، ومعنى ذكرك له بالموصولية أن الصفات التي ستذكره بها والتي عرف بها صفات مفخمة شديدة لا عدت أو عتت على أن تصرح أو أن تكون لذلك الاسم، عتت على أن تكون لذلك الإيه؟ لذلك الاسم. يعني أنت تريد أن تفخم شأن هذا الشيء حتى أن الاسم بتاعه لا تذكره. ليه؟ لأن تلك الصفات زادت وأربت في التفخيم وفي التهويل على أن تكون لاسم معين أو لشيء معين. ولأن التهويل إذا ذكر بالموصولية تبادر إلى الذهن الصفة أم التخصيص بالشيء؟ الصفات. تبادر إلى الذهن الصفات، وإذا تبادر إلى الذهن صفات ذهبت النفس فيها كل مذهب، ذهبت النفس فيها كل إيه؟ مذهب. بخلاف ما أقول لو قلت مثلا
ما كان عندنا عالم. يبقى انت بقى تعمل ايه بقى؟ ذكرته بالايه؟ بالصفه ولا بالايه؟ بالصفه. كان عندنا عالم بس، وتسكت على كده. تذهب النفس في علمه كل ايه؟ كل مذهب. ده باين عليه بلغ من العلم الدرجه العاليه لدرجه انه نسي اسمه ولم يذكر الا بصفته. نعم. مش كده ولا ايه؟ نعم. بخلاف ما لو قلت كان عندنا فلان. لان لو قلت كان عندنا فلان خلاص عرفنا ان ده فلان يمكن يكون عالم في الفقه بس، لكن في البلاغه ما يعرفش حاجه. يمكن يكون عالم في البلاغه لكن في الفقه ما يفهمش حاجه. خدت بالك؟ مثلا. لكن لما تقول الذي كان عندنا بالامس عالم وتسكت، يبقى ذكرته بوصفه، واذا ذكرته بوصفه ربيت المهابه في ذهن من يستمع، وحينئذ تذهب النفس في علمه كل مذهب، فيكون الامر فيه اوسع من ان تذكره باسمه. فقوله تعالى هنا فغشيهم من اليم ايه؟ شيء عظيم. ما غشيهم شيء لا يذكر بالتخصيص، وانما يذكر بالايه؟ بالموصوليه بالصفه. فغشيهم من اليم، لان في الموصوليه مش هذكر الاسم ده، انا هعرف الناس بالصفه بتاعته. هعرف الناس بالايه يا اخوانا؟ بالصفه بتاعته. فغشيهم من اليم ما ايه؟ ما غشيهم. زي ما تقول والله يا لو رايت ما رايت بالامس، يعني كان الامر ايه؟ فيه تفخيم وتهوين، عتى على ان تذكره بالاسم والتخصيص، وانما ذكرته بالشيء الذي تذهب النفس فيه كل ايه؟ كل مذهب. نعم. خدت بالك؟ الشاعر في غير المسند اليه لما يحب يفخم الحكايه دي، بس في غير المسند اليه يقول يا ابو نواس، طبعا انتوا عارفين ابو نواس ده كان راجل بتاع نجوم وضحك ولعب، وكان يتوب وبعد كده يرجع، يتوب ويرجع، يتوب ويرجع، كتير جدا يعني. خدت بالك؟ يعني لدرجه ان هو يمكن تاب اكثر من 200 مره، وكل ما يتوب يرجع، كل ما يتوب يرجع، كل ما يتوب يرجع. وبعض الناس بينشب اليه الابيات في اخر حياته، وانت عظما من ذنبي فلما كرمته بعفوك ربي كان عفوك ايه؟ كان عفوك اعظما. ها؟ ولما قشى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا لطريق عفوك سلما. خلاص؟ الى اخر ما قال. وبعضهم يقول ان دول للامام الايه؟ للامام الشافعي رضي الله عنه. لكن على كل حال هو لعب كتير قوي. في الخمر مشي، وفي النجوم بالنساء مشي، وبالغلمان اذا كنتوا عارفين حكايه الغلمان في العصر العباسي مشي، وبالضحك والتنبيه والحاجات دي كلها، عمل كل حاجه الا انه شاعر جميل عظيم. خلاص؟ وهو برضه كان ممن اسس موضوع الخمريات في الشعر. الخمريات في الشعر اللي كانت تندرج، وهو الذي سماها بغير اسمها ودلعها جدا وعمل لها اسماء كتير. يعني انت تسمع عن حاجه اسمها الخندريس، هو سمى الخمر الخندريس. يعني هو اخترع لها، مش اخترع، يعني هو كان عالم في اللغه بتسميات الخمر لدرجه انه اتى لها باسماء ما كانتش معروفه عند مين؟ عند الشعراء. فشوف هو بيصور لك المرحله بتاعته دي، بيقول ايه بقى؟ ولقد نهزت مع الغواة بدلوهم، خدت بالدلو بتاع الغواء، الدلو، الدلو اللي هو بتاع الايه؟ الميه اللي احنا بنقول عليه الجردل ده. خدت بالك؟ الدلو اللي بيملوا بيه من الايه؟ من البير بالميه الكتير. بيقول لك انا غرست كتير، ولقد نهزت مع الغواة بدلوهم. خدت بالك؟ وبلغت ولقد ووسمت صرح اللحظ حيث اتاموا. شفت اللحظ بتاعي يرعى، زي ما يروحوا اروح معاه. زي الناس اللي بيرعوا اسمهم يسيمون الغنم او يصومون الغنم، يروحوا يودوها في اي حته. وبعدين كانوا زمان لما يلاقوا غنم رايحه حته او مراعي رايحه حته، الناس تمشي كلها ايه؟ وراها. يقول لك ده مش رايح هنا الا لازم في مرعى كويس، فتروح اول ما يبعت واحد رايح بغنم حته تانيه كل الناس تمشي وراه. مفهوم؟ ودي يمكن احنا كانت السيدة حليمة رضي الله عنها لما خدت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعدوها من معجزات بركات رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن كانت
الغنم بتاعتها تعود شبعانة، وأغنام القوم تعود جائعة، ويروحوا يروحوا برضه في نفس المكان. وكان في جذب في بني سعد، بس هي تبعت الأغنام ترجع شبعانة بقى وبتاع، كل المراعي بتاعتها ترجع شبعانة. فالناس بقى في بني سعد لاموا غلمانهم وقالوا لهم ما تروحوا طلعوا حيث ترعى أغنام حليمة، ما دام هي كده بتروح تودي، يمكن هي عارفة مكان كويس ترتاضه لغنمها، فروح ودوا الأغنام حيث ترعى أغنام حليمة. فراحوا وراء أغنام حليمة وجدوا إن المكان اللي بترعى فيه مجدي أيضا، وعادت أغنامهم جائعة وأغنامها شبعة. والدليل على إن الغنم تبقى شبعة يبقى الزرع بتاعها بقى مليان من اللبن وعايزة تشرب المية بقى، وتبقى إيه عارفين بقى أصحاب الغنم عارفين الحكاية دي ماشية إزاي، خدت بالك؟ فهو هم راحوا يقول لك والله لقد ذهبنا حيث رعت أغنامها، فعادت أغنامنا جائعة وأغنامها شبعة. وده طبعا إكرام لمين؟ لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد إني ووسمت صرح اللحظ حيث أسام، سبت اللحظ بتاع عينيا تروح في أي حتة، زي معنين الغواه تروح عينيا تروح، ما بقولش ده عيب، ما بقولش ده غلط، ما بقولش ده لا يجوز، ما بقولش ما فكرتش في أي حاجة أبدا، عملت كل حاجة. عايز أقول لك أنا عملت كل حاجة. ولقد نهزت مع الغواة بدلوهم ووسمت صرح اللحظ حيث أتاموا، وبلغ الشاهد بقى، وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابه. وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابه، يعني كل اللي عمله كل شاب انا بلغته وعملته، سبتش ولا حاجه ما عملتهاش. وما رضيش يخصص ولا يحدد، قال لك ايه عشان التفخيم والتهويل، وتذهب النفس في ذلك كل مذهب. فجاب الموصوليه هنا بس ده مش في باب المسند اليه. قال وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابه، فإذا عصارة كل ذاك أثام. لما جينا نعصر اللي عملته كله أثام وذنوب وحاجات زي كده، نهايتها إيه يعني؟ شوف بقى الكلام المقدس من الذنوب إيه؟ شوف بيقول لك إيه؟ وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابه، فإذا عصارة كل ذاك، لما جيت أعصر نفسي عشان أشوف أنا عملت إيه خير، وجدت كل اللي طالع مني العصير، العصير ده خلاصة الشيء. لما تاخد قصب وتعصره تطلع منه ايه؟ الخلاصة، والباقي بعد كده ترميه ملوش لازمة. وقول لك انا الخلاصة بتاعتي، يعني واحد لما تيجي تعصره تلاقي فيه خصلة كويسة، تلاقي فيه خير، تلاقي فيه مثلا امانة، تلاقي فيه اي حاجة، وان كان عامل ذنوب كتير، بس برضه تعصره تلاقي فيه حاجة. هو بيقول لك لا، انا عصرت نفسي عصر كامل فما لقيتش غير الاثام بتخر مني كده، الخلاصة بتاعتي كانت ذنوب. مفهوم الكلام ده؟ يبقى استحق يقول وبلغت ما، ولا يقول ايه؟ انه مش هيقدر يعدد ولا يخصص ولا يعرف اي حاجة. وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابه، فاذا عصارة كل ذاك ايه اثام. فاذا احنا نقول ان المسند اليه يذكر بالتعريف بالموصولية علشان يدي ايه؟ يدينا تفخيم وتهويل. والتفخيم والتهويل ده ليه؟ قال لك لأنني أذكر الشيء فأعرفه بصفته حتى تذهب النفس فيه كل إيه؟ كل مذهب. نعم. أو تنبيه المخاطب على خطأ، نحو إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. تنبيه المخاطب إلى خطأ. تعرف المسند إليه، ومن جملة تعريف المسند إليه في الموصولية بالموصولية الغرض تنبيه المخاطب والذي تخاطبه على خطأ. هذا التنبيه نوعين، إما أن يكون المخاطب غافلا فحينئذ إيه تنبهه على الخطأ يرجع وينتبه، وإما أن يكون المخاطب قد رسم لشخص في ذهنه، هو اللي بيخطئ في حقه ده، يعني رسم لشخص في ذهنه صورة معينة، يمكن لو قلت له انه هو مخطئ مش هيصدقك. فاهمين ولا لا؟ يبقى الاولانية تنبيه المخاطب على خطأ دي مش ضرب، ما تدخلش معانا. واحد يكون ايه؟ مش عارف ان ده خطأ، خدت بالك؟ وبعدين تنبهه عليه.
فتقول له يا فلان انت على خطا، يبقى ده مش عايزين نعرف له المسند اليه بالموصوليه. مثلا زي ايه؟ هو حاسس ان علي ده صديقه، علي صديقه هو صاحبه، ما يعرفش مسكين غلبان، فتقول له علي عدوك. يقول لك يا سلام، طب خلاص انا هبعد عنه واتجنبه. يبقى ده مش محتاج انك انت تعرف له المسند اليه بمين؟ بالموصوليه. هتذكر له اسمه على طول، هي ويمكن الصداقه بينه وبينه كده على الهامش، يعني يقول لك والله هو حر، علي ولا محمد، ما دام عدوي اسيبه في اي وضع، مش مشكله يعني. لكن في واحد تاني بيبقى مخطئ ولكن راسم للشخص اللي بيخطئ في حقه صوره معينه، او للجماعه اللي بيخطئوا في حقه صوره معينه، لو انت ذكرتهم له بالاسم يقول لك لا 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 ازاي يا راجل، ده دول كويسين ومحبين وهو الى اخره. ففي تلك الحالة تذكرهم له أو تذكره لهم بالموصولية، عشان تقول له أنا مش في دماغي إن أنا نسيك الجماعة اللي أنت بتحبهم دول، أنا بتكلم عن الجماعة اللي أنت فاكرهم إخوانك أهم دول أعدائك، مفيش بيني وبين محمد وعلي وأحمد شيء، بدليل إن أنا ما بذكرهمش. فاهمين الغرض ولا لا؟ يعني بدليل إن أنا لا أذكرهم، ما بقولش علي ولا محمد، لا، عشان تفكر ان بيني وبينهم ايه؟ حاجة. انا بذكرهم حينئذ بالموصول علشان اقول لك اللي انت ظنوا اخوك ده هم يشفي صدور غليل صدورهم ان تصرعوا. يبقى لما تعرفوا بالموصولية ابلغ في التنبيه على الخطأ، ولا لما تعرفوا باسمه بالموصولية؟ ليه طيب؟ لانك لما تعرفوا باسمه يحتمل ان يكون صاحبه رسم له صوره في ذهنه ان هو راجل ما فيش غيره ولا احسن منه ولا بتاع، فلما تقول له فلان يقول لك لا ما صدقكش، او يحتمل انه يتهمك انت في عداوه فلان فيقول لك اصل انت متغاظ مني، متغاظ من فلان عشان ده صاحبي وحبيبي وكذا. قول له لا والله يا اخي انا لا بفكر في فلان ولا في زيد ولا في عمرو، انا اريد ان اقول لك ان الذين ما ذكرتش الاسم، إن الذين ترونهم إخوانكم اللي أنتم ظنين أنهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. أن تصرعوا يعني أن تهلكوا، والغليل شيء من الغيظ يصيب الإنسان في قلبه وصدره يقزمه، فإذا لم ينفذه غلا في صدره. عارف البتاع اللي الحلة اللي بيطبخوا فيها على النار، اما يجوا يطبخوا فيها او القدر بيعملوها ايه؟ بيعملونها ايه؟ بيسيبوا حتة لما يغطوها كده وهي على النار، يسيبوا حتة متنفس للحلة دي علشان الدخان والبخار ايه؟ يطلع او يخرج، يبقى ده اسمه متنفس. لكن انت لو غطيتها كاملا يحصل ايه بقى؟ ممكن يحصل اي حاجة. فكذلك الغيظ لما انت مش قادر تشيله من صدرك يعمل ايه؟ يبقى بيغلي صدرك، بيغلي، فيصيبك من هذا مرض، فيصيبك من هذا ايه؟ مرض. هذا المرض لما تيجي انت تنال حظك من اللي غيظك يروح، تبقى نفذت الغيظ ده هو فيذهب المرض. ولذلك قال الله قاتلوهم يعمل ايه؟ يعذبهم الله ايه؟ ويشفي صدور قوم المؤمنين. لان الغل اللي جوه قلوب المؤمنين والغيظ اللي موجود ومكتوم، لانك ما غفرتش بصديقك بعدوك، فلما تغفر به وتروح ماسكه كده وتنفس غيظك يبقى ايه؟ انتهى. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين ان كظم الغيظ ده وتحمل كظم الغيظ لوجه الله بس يعني جامد او صعب. فيقول من كظم غيظا وهو قادر على تنفيذه دعاه الله تعالى حتى يخيره من الحور العين ما شاء يوم القيامة. ما شاء الله. وش معنى الحور العين؟ ليه الحور يعني اللي غيظه مليان؟ يا شيخ اسماعيل. ايوه. وش معنى الحور العين بقى؟ اللي غيظه مليان، علشان ايه؟ لما صدرك يبقى مليان من الغيظ وتروح تقعد مع زوجة كويسة كده يعني مريحة وكلامها كويس وجميلة، ساعتها بتنسى عندها كل ايه؟ كل حاجة. فكذلك ربنا يقول له احنا محضرين لك
حور عين هينسوك كل الحاجات اللي كانت في صدرك دي يوم القيامه، الغيظ ده كله، لان ما حدش يقدر يشيل ما في الانسان من غيظ شديد في صدره وغليان غير المراه الطيبه الكويسه. ولذلك هاي حاجة كانت هتيجي في دماغي وراحت خلاص. إن شاء الله تأتي. نعم. بدون ثياب يا مولانا. نعم. بدون ثياب يا مولانا. لا هي 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 شوف ربك قال إيه فيها وجات إيه وجعل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا علشان إيه بقى؟ لتسكنوا. سكن راحة وهدوء واطمئنان. مش واحدة بقى من أول ما يدخل بقى يكون مليان غير طوم ايه تجيب له بقى شوية حاجات كده جامدين ها وتخليه بقى يتميلي اكتر غيظ بقى ويبقى الغيظ بدل ما كان بره يبقى غيظ بره وجوه وتبقى شغلانة مفهوم يا جماعة يبقى الجزاء من جنس ايه عشان ما يقول لك اشمعنى الرسول يقول لك دعاه الله حتى يخيره من الحور العين وش يا اخويا داخل الحور العين نقول له لا ده ليها لان الذي يتكلم حكيم صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أو الإيماء إلى وجه بناء الخبر نحو إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم أو الإيماء يعني الإشارة إيماء يعني إيه إشارة إلا أن الإشارة تكون في الأشياء الحسية والمعنوية والإيماء دائما يكون في المحسوس يكون في الايه في المحسوسات يقال أومأ برأسه لما واحد ما يعرفش يسجد بيقولوا يعمل ايه المومئ او المومي برأسه يومئ برأسه مثلا فده بيكون في المحسوسات والإشارة تكون في المحسوسات في الغالب الا انها تستعمل ايضا في الايه في المعنويات مفهوم الكلام ده يبقى الإيماء يعني الإشارة إلى وجه يعني إلى جهة أو إلى طريقة بناء الخبر لأن معنى الإيماء إلى وجه يعني إلى الجهة أو إلى الطريقة التي يبنى فيها الخبر كما تقول لإنسان مثلا رايح العتبة تقول له ما وجهك الآن الجهة اللي أنت رايح مثلا إيه رايح لها خدت بالك ما طريقتك الآن طريقك رايح فين يبقى الإيماء إلى الوجه يعني الإيماء إلى إيه؟ الجهة وإلى الإيه؟ وإلى الطريقة. فأراد يقول لك الإيماء إلى وجه بناء الخبر، يعني الإيماء والإشارة لما نذكر المسند إليه موصولا ونذكر صلته يبقى أشرنا إلى الطريقة التي سيأتي عليها الخبر. هذه معنى الإيماء إلى وجه بناء الخبر. يعني من مقدمتك بذكر المسند إليه موصولا وبذكر الصلة معه تشير بهذا اللي سامع يقول لك هيجيب الخبر على الطريقة الفلانية على طريقته أو على فرضه أو على هيئته طب زي إيه كده لما أنا مثلا أقول إن الذين خالفوا السلطان يبقى دي ايه بقى؟ انت لما قلت ان الذين وجبت المسند اليه معرف بالموصول ورحت جايب الصله خالقوا السلطان يبقى الخبر هيبقى ايه؟ ايه؟ نعم؟ هيبقى قبيح لازم لان انا اومأت الى الجهه التي ساذكر عليها الخبر وإن لم أذكر الخبر بالتحديد إن ما عرفتوش بالتحديد هو إيه هيموتهم هيسجنهم هيعذبهم هيعمل فيهم كذا بس المهم إن هتبقى حاجة وحشة وخلاص إن الذين خالفوا السلطان يسجنهم يبقى كده أنا جبت العاقبة ومنه قوله تعالى وعليه وهو إن الذين يستكبرون عن عبادتي ما جابش الناس اللي هم إيه ما ذكرهمش بالاسم لكن عرفهم بالمسند اليه يبقى ان الذين وبعدين راح جايب لي صله الموصول اي واحد يسمع ان الذين يستكبرون عن عبادتي او مأت انا واشرت الى الطريقه التي سياتي عليها الخبر مفهوم؟ طيب وبعدين ايه الطريقه بقى لازم هتبقى من جنس هذا الامر يبقى ايه هي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيعذبون مثلا لو في غير القران ها سياخذهم الله
اخذ عزيز مقتدر. سيجلهم الله، لان ما دام تكبر يبقى هيذل ربنا سبحانه وتعالى. فجاء الخبر في القران من جنس ذلك، وجاء الايماء اليه بالموصول وصلته. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. يبقى ادي معنى الايماء، الاشاره الى وجه بناء الخبر، يعني الطريقه التي سيذكر عليها الخبر. وجه البناء يعني طريقه بناء الخبر، يعني الطريقه اللي هتبني عليها الايه هذا الكلام، التي ستبني عليها ذلك الايه ذلك الكلام. فان كانت من جنس العقاب كانت عقابا، وان كانت ان الذين نجحوا في هذا العام، وتروح سيد المستمع ايه يقول لك هيقول حاجه كويسه طبعا، هيقول ان الذين نجحوا في هذا العام سنضربهم. لا، ان الذين نجحوا في هذا العام لهم مكافاه من الدوله، ها، لهم جائزه، لهم رحله، اي حاجه وخلاص مثلا. فاذا الايماء الى وجه بناء الخبر لنا ايه عرفنا، اذا قراتها افهم انه الاشاره الى طريق الطريقه التي سيبنى عليها الايه سيبنى عليها الخبر. نعم. ثم إنه ربما جعل ذريعة إلى التعريض للتعظيم لشأنه. ذهب بعضهم إلى أن الضمير في قوله ثم إنه يعود على المسند إليه، يعني ثم إنه أي تعريف المسند إليه بالموصولية ربما جعل ذريعة إلى إيه؟ إلى التعظيم؟ إلى التعريض إيه؟ بتعظيم. يبقى هو بيقول إيه، خذوا بالكم يا مشايخ، بيقول ايه ثم انه، الضمير هنا يدي ايه؟ لا، يدي بعض الناس فهموا كده، قال لك الشيخ غرض يقول ثم انه، اي ثم ان المسند اليه، تعريف المسند اليه بالموصوليه ربما جعل ذريعه، يعني شيئا يتوصل به، ذريعه يعني شيء يتذرع به، اي يتوصل ايه؟ يتوصل به. اصل الذريعه في اللغه الشيء الذي يتذرع به، ومعنى يتذرع به يعني الحيلة التي توصلك إلى غرضك، أو السبب الذي تقدمه بين كلامك لغرض معين تريد أن تصل إليه. واحد مثلا يجي يقول لك يا فلان والله أنا عايز أزور فلان مثلا، بس مش لاقي لي ذريعة أذهب بها إليه. هيقول لي جيتني ليه يا أخي؟ أقوم أروح أشوف له أي حاجة كده أهو، واروح ايه اتذرع بها، يعني اتسبب بها لايه؟ للوصول الى ذلك الايه؟ الى ذلك الانسان، او الى ذلك الذي اريد ان اصل اليه. يبقى ذريعه يعني ايه؟ طريقه او وسيله او سبب يتوصل. عارفين في الفقه اسمه سد الايه؟ الذرائع، يعني مش عايزين نجيب حيل واسباب ننتحلها عشان نتوصل الى فعل شيء شيء نفعله. هذه معنى ذريعة، يعني وسيلة أو سبب. ثم إنه أي إيه؟ مش المسند إليه ولا تعريف المسند إليه، أمال إيه؟ قال لك ثم إنه أي الإيماء إلى وجه بناء الخبر. يبقى الضمير لا يعود على تعريف المسند إليه بالموصولية، وإنما يعود على إيه؟ الإيماء، يعني ثم إن الإيماء إلى وجه بناء الخبر قد يجعل ذريعة للتعريض بالتعظيم. يعني تعظيم شأن الخبر يعني. هذه مفهوم يا مشايخ؟ يبقى مش الايه؟ المسند اليه زي ما فهم البعض، لا، هو الايماء الى وجه ايه؟ وجه بناء الخبر. نعم. نحو ان الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه اعز واطول. ان الذي سمك السماء، ذكر المسند اليه هنا بالموصول الذي، وبعدين سمك السماء، سمكها يعني عملت ايه؟ رفع سمكها، معنى سمكها يعني ايه؟ رفعها رفعا محكما متناسبا عاليا، رفعها رفع ايه؟ محكم عالي متناسب، خدت بالك؟ ورفع البيت يكنون به عن الشرف العالي الرفيع، رفع البيت في العرب يكنون به عن الشرف العالي ايه؟ الرفيع. كذلك خفض البيت يكنون به عن الذله، العلم
يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يقصد بيوت العز والكرم. واخد بالك؟ فقصد البيوت مش قصد البيت يعني البيت الحسي، لا، رفع البيت كناية عن ايه؟ الشرف العالي. طيب الخمساء قالت ايه عن اخوها؟ طويل النجاد رفيع العماد ساد عشيرته امردا. طويل النجاد يعني طويل نجاد السيف، اللي هو لما يكون طويل نجاد السيف يبقى كناية عن طول الايه؟ القامة. والطول في العرب كان امر ممدوح محمود يعني، خدت بالك؟ دي كناية عن طول القامة. رفيع العماد، عارف العماد؟ عماد الخيمة اللي كانوا بيعملوا لها عواميد ويخلوا الخيمة تنصب عليها. فكلما كانت الخيمة عالية يراها الناس كلما دل ذلك على الشرف والعزة والكرم. وكلما كانت الخيمة أي كلام كده يعني غلبانة تبقى دي دليل على إنه يعني شوية في الشرف وشوية في الإيه؟ في الكرم. مفهوم الكلام ده؟ فهنا إن الذي سمك السماء يعني رفع الإيه؟ السماء. طيب اللي سمك السماء ده هو الله سبحانه إيه؟ سبحانه وتعالى. خلاص؟ لما أنا آجي أقول إن الذي سمك السماء وجدت بناء رفيع وعالي أو مأت إلى ماذا؟ ما دام جبت بناء ورفيع وعالي يبقى أو مأت إلى إن إحنا لنا بيت عالي وعظيم وأيضا لنا بيت إيه؟ شريف. خدت بالك؟ وقلت إن الذي سمك السماء جبت الخبر بقى بنى لنا، هو اللي بنى لنا البيت، اللي رفع السماء هو اللي بنى لنا البيت. يبقى ما دام رفع السماء وبناؤه عالي وشريف يبقى البيت اللي هيبنيه يبقى رفيع ولا وضيع؟ لا شك أنه رفيع. فقوله إن الذي سمك السماء يبقى ده دليل على إيه؟ أو مأت إلى تعظيم الخبر اللي هيجي. ليه؟ لأن ما دام أنا توصلت وتذرعت بالكلام عن بيتي بسمك الله عز وجل للسماء اللي جبته بالموصول والصلة بتاعته، يبقى أومأت إلى أن البيت بتاعي برضو إيه؟ عالي جدا وشريف وعظيم. الكلام واضح ولا لا؟ واضح. مفهوم الكلام ده؟ أدي معنى التعريض بتعظيم شأن الخبر، لأن السماء عالية وعظيمة واللي رفعها عظيم سبحانه وتعالى العظيم سبحانه. فما دام ذكرت ده يبقى أومأت وتذرعت بذلك الكلام إلى مين؟ إلى أنني لأننا لنا بيت شريف وعال وكذا وكذا وكذا. أدرك جعل ذريعة إلى مين؟ إلى تعظيم، التعريض بتعظيم. والتعريض ليه؟ كأنه هو لما بيقول كده اللي هو جرير ده بيقول للفرزدق، بيقول له كده، بيقول للفرزدق ان انتوا ما لكمش بيت عالي، احنا بيتنا عالي وشرفه وانتوا يعني دوننا، لان اللي بنانا البيت احنا هو مين؟ اللي سمك السماء، وانتوا ما انتوا اللي بنيتوا بيوتكم يبقى لازم بيوتكم تبقى ايه؟ ضعيفة وتكون وضيعة وإلى آخره. فكأنه يعرض بشكل غير ويشير إلى تعظيم الخبر المبني على إن الذي سمك إيه؟ إن الذي سمك السماء. نعم. أو شأن غيره نحو إن الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. الذين فقط. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. أو شأن غير الخبر. شأن غير الخبر ده بقى أنا جعلت ذكر الموصول بصلته المسند إليه، يعني كلامنا في الموصول في المسند إليه خلوا بالكم، جعلت ذكر المسند إليه وعرفته بالموصولية وصلته ذريعة لتعظيم شأن غير الخبر. الأولاني لتعظيم إيه؟ تعظيم الخبر. لكن ده انا هعمله ذريعة لتعظيم شأن مين؟ شأن غير الخبر، غير الخبر. ازاي يعني؟ انا حين اذكر انسانا واذكر ان من عاداه خاسر، يبقى معنى كده ان انا عظمته ولا ما عظمتوش؟ عظمت. اقول لك ان زيدا من عاداه خاسر،
يبقى عظمت مين انا دلوقتي؟ الخبر ولا غير الخبر؟ غير الخبر اللي هو زيت. فانظر في هذه الآية الشريفة، يقول تعالى الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. حكم بالخسران على من كذب مين؟ شعيب. يبقى هذا فيه إيماء إلى تعظيم شعيب ولا لا؟ طبعا ما دام رب العزة قال إن اللي كذبك يا شعيب خاسر، يبقى فيه إشارة إلى أن شأن، إلى عظم شأن سيدنا شعيب عليه السلام. مفهوم؟ فين الخبر هنا؟ كانوا هم الخاسرين، هو المسند كانوا هم الخاسرين. فلما حكم الله بالخسران على من كذب شعيبا أومأ بتلك الصلة أو بذلك إلى تعظيم شأن غير الخبر الذي هو شعيب عليه السلام. وهكذا إذا قلت الذي يعاديك خائف، يبقى أنت عم تعمل إيه؟ بتعظم شأن مين؟ مش الخبر؟ لا، الذي عاديته عظم شأن من عودي. فهكذا يقولون ذريعة إلى إيه؟ إلى تعظيم غير الخبر. نعم. وقد يجعل ذريعة إلى تحقيق الخبر. خلاص نعم. وبالإشارة لا لا لا، وقد يجعل ذريعة إلى تحقيق الخبر كقول الشاعر إن التي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجندي غالت ودها غولو. إن التي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجندي غالت ودها غولو. فين بقى الموصول هنا المسند إليه؟ إن التي ضربت، ضربت دي زمان كان لما يجي يعمل بيت البيوت كانت من الخيام فيضربها، يعني يضرب، يعني ايه؟ يضرب السطح بتاع الخيمه على مين؟ على الاعمده بتاعتها، ويجعل لها اركان ايه؟ اربعه واعمده والكلام ده كله، فواصل وهو الى اخره، اوتاد واسباب. مش عارفين العروض؟ اهو العروض جابوه، لان معنى العروض يعني الخيمه بتبقى قائمه على فواصل واسباب واوتاد وهو الى اخره، ويضرب الخيمه فوق الايه؟ فوق هذه الايه؟ الاشياء. مفهوم؟ فبيقولوا ان التي، المرأة التي ضربت بيتا يعني بنت البيت بتاعها مهاجرة، مهاجرة حال كونها مهاجرة بكوفة الجندي، متعلق بضربت بيتا، إن التي ضربت بيتا بكوفة الجندي حال كونها مهاجرة، خدت بالك؟ غالت ودها غولو، يعني أخذت حبها لك أيها المحب، وأخذت ودها لك أيها الواد لها، أخذته الغول وذهبت به، أخذته الغول وإيه؟ وذهبت به. يبقى ده في إشارة إلى إيه؟ إن خلاص المحبة التي بينه وبين التي ضربت بيتا بكوفة الجند قد أخذها الغول وانتهى. ومعنى أخذها الغول يعني أعدمها إعداما كاملا. خلاص، حتى احنا بنقول قال لك غالت ودها غوله، يعني الغول خلت، كلت الود بتاعها منها، لم تبق منه شيئا. والغول عند العرب اذا ما ضربوا بها المثل يعني وخوفوا بها، معنى ذلك انها لا تبقي في من تمكنت منه شيئا ابدا، تكل كله كده، لا تبقي فيه شيئا لا صغيرا ولا كبيرا. مفهوم الكلام ده؟ فهو يريد ان يقول ان المرأة دي اللي انت بتحبها وضربت بيت وبنت بيتها وكنت تعرف بيتها في الكوفة وبتزورها، خلاص انسى بقى، غالت ودها ايه؟ غالت ودها غولو. خلاص. طيب الشيخ بقى الخطيب رحمه الله اللي قسم التقسيمة دي مين؟ السكاكي. قال ان في ايماء الى تعظيم الخبر، وفي إيماء إلى تحقيق الخبر. فالخطيب رحمه الله قال لك والله ما فيش فرق بينهم، هما الاثنين واحد، تعظيم الخبر زي تحقيق الايه؟ زي تحقيق الخبر. نقول له يعني انت رأيك يا خطيب ان قول الشاعر ان الذي سمك السماء بنى لنا بيتا نعائمه اعز واطوله
قول الشاعر إن التي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجندي قالت ودها غرور، غرور شدي بعض كده الاثنين. ها؟ ما لأ ليه بقى؟ لأ لازم يكون لها تعليق. ماشي مش تحقيق، ده تحقيق. الأول تعظيم والثاني تحقيق الخبر، يعني خبر محقق لا محالة، إنما الخبر الثاني معصر. خلاص؟ طب إيه الفرق؟ يعني مش ماشي ينفعه زي بعضهم؟ الخطيب قال ينفعه كلهم واحد، مش فرق. إن الذي تمك الماء، انتوا البلاغة عايزة إيه يا رجالة؟ تذوق، تذوق معي البلاغة علشان تفهمني، لأنك ما تذوقتش مش هتاخد بالك. هتقول الراجل ده عمال يتكلم، قعد له يتكلم ساعتين وتعب نفسه ولا ساعة وبتاع، واحنا وانا كلمة فهمتها. وبعدين تقول خلاص المضيات دي مش هروحها تاني، مش فاهم ولا حاجة. احنا بنقول ايه بقى؟ ان شوف اقرا بقى، ان الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه اعز واطول. هل هذا مثل قول الشاعر في الغرض مش في المعنى، في الغرض؟ إن التي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند غالت ودها غلو. لا أهو لا دي بقى عايزين إيه؟ يقول لك لماذا؟ ها؟ إن الذي تعظيم و... يا مولانا ما ده اللي قلناه، إحنا عايزين نعرف إحنا في فرق ولا ما فيش فرق بينهم؟ هات ما هم في جماعة مدعو في الموضوع ده، أمال إحنا إيه اللي خلينا الكلام ده؟ الخطيب قال لا أنا ما عنديش فرق بينهم. كلهم زي بعض وسكت على كده. قال لك لان ده ان الذي سمك السماء يشير الى تعظيم الخبر باني بنى لهم البيت. خلاص؟ واللي ضربت بيت مهاجره وهجرت وتركت البيت بتاعها في كوفه الجند قال لك برضه غلط وانتهى كله زي بالظبط. ده محقق وده ايه؟ وده محقق ومفيش فرق بينهم من حيث التحقيق. نقول له لا فيه فرق. ازاي؟ أم قال لك لأن إن الذي سمك السماء وجاب الصلة والموصول، فين الصلة الأول؟ فين الموصول؟ الذي فين صلته؟ سمك السماء. وبعدين قال خبر بنى لنا بيتا. هل بالضرورة أن الذي رفع بناء عاليا وهو السماء، هل بالضرورة أن يحقق أن يبني لهم بيتا دعائمه أعز وأطول؟ مش بالضرورة خالص. يبقى ده محقق ولا الخبر محقق ولا لا؟ مش محقق ولا حاجه، جاي بيحصل وجاي ايه؟ والا فانا وانت ممكن ندعي كده نقول لك ان ربنا اللي رفع السماء بنى لنا بيت صفته كذا وكذا وكذا، طب ما ممكن ما يبنيليش ولا ايه؟ ولا هو مسؤول انه يبني لي بيت ولا حد يقول لك ما دام سمك السماء ورفع السماء لازم يبني لكم بيت؟ يبقى الكلام محقق ولا غير محقق؟ ده هو يعني لما يبقى حصل نقول والله انت جبت الصله والموصول علشان تعمل ايه؟ تعظم ذلك الخبر فقط لا غير. انما لما واحده تهاجر من مكانها اللي كانت بتحب فيه واحد وتضرب بيت بالكوفه وتبعد عنه خالص نهائي وتيجي الغول تاكل الود بتاعها، يبقى الخبر محقق ولا غير محقق؟ ده محقق قطعا. لان لو كانت بتحبه لسه وعايزاه، ايه اللي يخليها تهاجر وتترك البيت بتاعها وتبعد عنه؟ يبقى قوله ان الذي ضربت بيتا مهاجره خلاص ده مشيت خلاص وسابت المكان اللي انت عايش فيه، يبقى رمت حبك بعيدا عنها. ومعنى هجرت ورمت الحب بتاعك يبقى ان الحب راح من قلبها، كلت الغول خلاص وذهبت به. يبقى لما يقول ان الذي ضربت بيتا مهاجره بكوفه الجند انا خلاص تحققت ان الود بتاعها ذهب وانتهى. مش هي تضرب بيت وتروح الكوفه وتهاجر وبعدين اقول لك يمكن بتحبك ويمكن لا، ده الامر خلاص انتهى، ده هي هاجرته خلاص. هي هاجرته وتركته وانصرفت من ذلك المكان الى مكان اخر. لو كانت باقيه على حبه ما ايه؟ ما هاجرت وما تركته. يبقى ده ايه؟ تحقيق الخبر وده تعظيم الايه؟ الخبر. اذا فيه فرق بينهما ولا مفيش فرق؟ فيه فرق. يبقى ليس الحق مع الشيخ الخطيب، مع ان المصنف بعد ما ذكر هذا الذكر التلخيص بتاع مين؟ بتاع الخطيب برضه، لما جه في الايضاح قال وفيه نظر لانه لا فرق بين هذا وبين ذاك، فمرضيش بال ان دي تتعمل ونسب الكلام ده لمين؟
للسكاكي. قال لك السكاكي بس السكاكي كان دقيقا فاهما ولله دره من عاقل فاهم عالم. بالرغم من انه هو يعني راجل يعني كانوا بيقولوا عليه عقد البلاغه، ولكن العقل بتاعه ده في المنطق والفلسفه كان بيولد من الاشياء اشياء عايزه واحد يبقى عقله زي عقله عشان يفهمه. مفهوم الكلام ده؟ نعم. اظن احنا كده يعني عشان الحر والبتاع نقف على الاشاره، وربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، وان محمدا عبدك ورسولك، نستغفرك ونتوب اليك.